صباح الفل والسعادة على كل مشاهدين حدوتة وطن، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة وطن. النهاردة برنامجنا في حدوتة جديدة جدا 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 عن الموال. طيب ايه موضوع الموال ده؟ الموال ده ببساطة جدا فن غنائي شعبي بيظهر كل مطرب موهبته ومساحة صوته وقدرته على الابتكار والإبداع. بدأ الموال بعبارة يا ليل يا عين عشان ينسجم الجمهور وهم كمان يقولوا يا ليل يا عين. اول ناس بدأوا الموال محمد عبد الوهاب وكارم محمود وابراهيم حموده وصالح عبد الحي. مش عايزين ننسى صالح عبد الحي، ابدع في الموال لانه اقام في الاذاعه يعني اسبوعيا موال وكانت الناس بتستناه بفارغ الصبر. وقلنا ابراهيم حموده وكارم محمود ومحمد انديل ومحمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب مش عايزين ننكر فضله برضو في الموال، كان ليه بصمه بالاضافه ان هو طبعا شيخ وسيد المطربين. من اهم مواله بيقول امانه يا ليل قول الفجر يستنى، وكمان من مواله كل اللي حبت نصف، وكمان من مواله اشكي لمين الهوى والكل عزالي. كمان مش عايزين ننسى برضو اللي ليه بصمة محمد عبد المطلب، لأن كانت مساحته الصوتية كبيرة جدا ونفسه طويل، وده كان بيميزه عن مطربين كتير جدا 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 حتى لغاية ما كبر. ما كانش بيقسم من الجمل أو كان بيقطع، لا كان نفسه طويل جدا بيحب يغني على طول بدون ما يقطع. بعد كده اتطور الموال مع طبعا محمد العزبي، شفيق جلال، ناس كتير جدا مش عايزة انسى اسمائهم، محمد رشدي، محمد الكحلاوي وغيره. وطبعا الاسم اللي بيتكرر كتير ده محمد المطلب معهم على طول على طول على طول. انتهى بقى فن الموال دلوقتي وانقضت مرحلته. ليه بقى؟ ده بيرجع السبب اللي احنا دلوقتي مش قادرين نطوره، مفيش ناس قادرة بجد تأدي المهنة دي، وكمان افتقدناه في المدارس والمؤسسات والمعاهد الموسيقية. النهاردة في مجموعة بتعشق الموال وحابة انها تطور منه وتقدم فكرة جديدة في عصر 2020. اسمحوا لي ارحب بالمجموعة الفنية اللي معايا النهاردة، نخبة من الشباب المصرية. واول ضيف معايا احب ارحب بيه المطرب حسين الجزار. اهلا بيك. اهلا بك يا استاذ زين، عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل. صباحك فل النهارده في حدوته وطن. صباحك زي العسل ان شاء الله. ومعانا الشاعر محمد مصبح. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، نورتونا. نورك يا استاذ كل. وطبعا معانا برده مخرج الكليبات الاستاذ عماد اباظه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، منورين كلكم النهارده حدوته وطن. ربنا يخليك، ده نورك. طيب ابدا مين بقى؟ ابدا بالشعر. احنا بدانا بقى بالاستاذ محمد عبد الوهاب. نبدا بالشعر اول. يعني بيقولوا ان انت بتكتب حلو، بيقولوا ان انت بتكتب حلو، بتكتب مويل يعني وكده. اه كلام جميل. يعني كلمني كده، مين اللي اكتشفك وبدات الموضوع معاك ازاي؟ هي الموهبه معايا من صغري، انا يعني موهبه معايا من صغري، بس ما كانش في فراغ اللي انا ادون، فبدات ادون فيما بعد لما كبرت شويه وبتاع. وقابلت طبعا استاذ فاضل، اخ كبير ليا، ليه الشرف، استاذ عماد اباظه فاضل ليا، فهو يعني خد فكره عني في الموضوع وهو طورني وقال لي في واحد واثنين وثلاثه. قلت له تمام تحت امرك يا فندم، وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضرتك. هو استاذ عماد ما شاء الله يعني بجد بيحب كل ما يشوف حد عنده موهبه ايه يحطها في الوضع الصحيح ويكتشفها. انت مغني، انت مطرب، انت تمثيل. حضرتك ممكن تقول حاجه يا استاذ عماد بقى في والله حضرتك؟ بصي احنا شعب يعني عامه حته الموهبه دي ما بتصطنعش، تقريبا بنتولد بيها، بس هي امتى بقى ننكش فيها كده ونجيبها؟ يعني امتى ننكش فيها ونجيبها؟ لما مثلا نلاقي مثلا حد زي حسين بس مش لاقي الحته بتاعته اللي هو يخش فيها، فمحتاج حد ان هو يعني يمشيه على الطريق الصح، يقول له ده كذا ده كذا ده كذا. طبعا كلنا محتاجين الدعم والكلمه الحلوه والكلمه الطيبه عشان نحس ان احنا هنقدر ندي قدام. بالظبط. سواء في الفن الطربي او التمثيل او يعني حتى في الورش الفنيه وفي الحاجات دي كلها نفس الكلام بالظبط. احنا بنطلع جوه اللي بالبني ادم اللي هو مش قادر يطلعه، يعني الحاجه اللي جواك اللي انت مش قادر تحركها، لا احنا بنيجي نحركها معاك.
يعني بتبقى مساعده مثلا للشباب دول في نفس الوقت، وفي نفس الوقت بنطلع حاجه كويسه. يعني بلدنا كلها طبعا دايما ولاده، ولاده دايما بالحاجات الحلوه في كل المجالات، مش في مجال واحد تقريبا، يعني في كل المجالات احنا عندنا حاجات كويسه جدا تقريبا. فامتى بس نطلعها؟ هي دي المشكله. امتى نشوفها؟ نجيبها منين؟ دي هي دي المشكله. فبنحاول بقدر الامكان ان احنا سواء في تمثيل، سواء في طلب، سواء في ابداع، في ايا كان، بنحاول ان احنا نطلعه. دي مجموعتنا. بغض النظر عن حته الترابيه او الشعر او حاجه زي كده، لا، احنا بندور على الخامه الحلوه في اي مجال، والشخصيه اللي هتطلع ده، يعني الشخصيه نفسها اللي هتطلع ده، وبنلعب على الحته ديت وبنشتغل عليه، وربنا الموفق ان شاء الله. ان شاء الله. في حاجه عامله اسمها طبع الدنيا. طب سمعني يلا كده. تمام. القاء كشعر ولا اقولها زي ما حضرتك تحب؟ زي ما انت تحب. طبع الدنيا تاخد منك ولا تديش، تتعب فيها اللقمه عيش، بقدر ناس وما قدرونيش، عشنا وشفنا فيها الطيب، كل الناس عليه بتعيب، كل الناس عليه بتعيب، عشنا وشفنا الغدر طبيعة، قلة أصل من اللي تحبه، شفنا فيها رخيص بقى غالي، ناس ما تساوي بقت في العالي، والله ما كان يوم على بالي يرخص فيها أصيل والغالي. طبع الدنيا تاخد منك كل حبايبك، أم وأب وأخ وصاحبك، كله في ثانية كده بيفرقك. طبع الدنيا عشنا وشفنا فيها أسود، كله اتمنى يمشي معاها، عاشوا فيها بكل شجاعة، جه الوقت برضى عليهم وكل الناس نسيت أساميهم. طبع الدنيا. الله عليك. الله بجد. طب سقف له بقى. هو فعلا طبع الدنيا، الدنيا دي غدارة جدا، بتجيب دايما على طول كده. حسين نورتني بجد، برضو بيقولوا ان صوتك حلو. بيقولوا والله اهو على قدنا. ما بتسمعني حاجة كده؟ هني ما يلا. بعد سنين من الغربة شافوني قالوا لي جايب من بره، قلت يا ريتهم لو سألوني، أنا في الغربة بكي كم مرة، جبت حاجات من اللي يحبوها، جبت فلوس ويا ريتهم ياخدوها ويردوا لي شباب ضاع مني وسنين موتهم عاشوها. ولا يا ناس أصدني، ده انتوا أشقى فيكم أسعد مني، وانتوا عشتوا أحلى سنينكم وأنا في الغربة ما عشت سني، أنا الكبير قبل أواني. تمام نسقف له برضه. والله كل يعني بجد انت بتقول كلمات، يعني حسيت ان احنا في الازمات اللي احنا عايشين فيها، خلينا نعيط دلوقتي، مفيش حاجه فريحي. لا لسه شويه. لسه. تعليقك بقى يا استاذ عماد، حضرتك قلت لي انتوا عاملين فرقه اسمها ايه بقى اللي انتوا مكونينها؟ الفرقه استاذ محمد هو اللي يقول لك اسمها. فنون ونغم. فنون ونغم. عشان طبعا بتبدا ككلمات كفن مطرب، وان شاء الله يعني فيما بعد يبقى لنا لقاء مع حضرتك تاني يسعدنا طبعا ونسعد المشاهدين. هيبقى معانا برضو ملحن، وهننزل ان شاء الله بحاجه جديده المره الجايه بلحنها بكل حاجه. لا هي مفاجاه بقى المره بس الجايه، دي هتبقى مفاجاه ان شاء الله. ان شاء الله نحب نفاجئ بيها الناس الكويسين والمشاهدين، ونكون عند حسن الظن باذن الله. اه اسمع حاجه بقى متلحنه بقى، يعني يكون جاهزه كامله بقى. لا هي دي بقى المفاجاه بتاعتي. دي المفاجاه ان شاء الله. الجزء الثاني في حاجه احنا دلوقتي بس ايه بنعرف الناس بحسين بمحمد، فان شاء الله باذن الله يعني المرحله الجايه وفي الجزء الثاني بتاع الحلقه ان شاء الله باذن الله هيكون جاي لك حاجات جميله جدا ان شاء الله. دي المفاجاه بقى بتاعت البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. قول لنا حاجه ثانيه. النهارده انا جاي اسمع على فكره، مش جاي اتكلم. اه اسمع كتير. ممكن نقول الدوت اللي حسين وهو تمام. طبع الدنيا، طبع الدنيا تاخد منك ولا تديش، تاخد منك ولا تديش، تتعب فيها لقمة عيش، بتتعب فيها لقمة عيش، بقدر ناس وما قدرونيش، بقدر ناس وما قدرونيش،
عشنا وشفنا فيها الطيب، عشنا وشفنا فيها الطيب، كل الناس عليه بتعيب، كل الناس عليه بتعيب، طبع الدنيا طبع الدنيا تاخد منك ولا تديش، تاخد منك ولا تديش، علت ناس ما تسويش، علت ناس علت ناس الدنيا ديات ما تسويش، شفنا فيها الغدر طبيعة، شفنا فيها الغدر طبيعة، قلة أصل من اللي تحبه، قلة أصل من اللي تحبه، شفنا فيها رخيص بقى غالي، وشفنا الدنيا ديات، وشفنا الدنيا ديات رخيص بقى غالي، ناس ما تساوي بقت في العالي، وناس ما تساوي بقيت في العالي، والله ما كان يوم على بالي، والله ما كان يوم على بالي، يرخص فيها أصيل والغالي، يرخص فيها الأصيل والغالي، طبع الدنيا طبع الدنيا تاخد منك كل حبايبك، تاخد منك كل حبايبك، أب وأم وأخ وصاحبك، أب وأم وأخ وصحبك، كله في ثانية كده بيفرقك، كله في ثانية كده بيفرقك، شفنا فيها حاجات تشيب، شفنا فيها حاجات تشيب، صغير على الكبير بيعيب، الصغير والكبير بيعيب، ولما يقول له يا ابني كفاية، ولما يقول له يا ابني كفاية، يرد يقول له مش جاي معايا، ويرد يقول له يا ابني مش جاي معايا، عشنا وشفنا ودي اخرتها، عشنا وشفنا ودي اخرتها، شفنا في الدنيا العيبة، شفنا في الدنيا العيبة، عاشت فيها اسود بشجاعة، عاشت فيها اسود بشجاعة، كله اتمنى يمشي معاها، كله اتمنى يمشي معاها، جه الوقت برضو عليهم، جه الوقت برضو عليهم، وكل الناس نسيت اساميهم، وكل الناس كل الناس كل الناس نسيت اساميهم، طب الدنيا الله عليكم بجد، الله عليكم، برافو برافو، الله ينور. انا عايزه اعرف يعني لما بتيجي كده الوحي اللي بينزل عليك عشان تقعد تكتب الكلمات، بيبقى مشاعر انت مثلا قاسيه او مريت بيها فبدات تكتب، ولا مجرد احساس ممكن يعني؟ هو اكيد احساس دنيوي فبينزل داخل البني ادم، فبيقدر يعبر بقى عن اللي داير حوالين منه، لان احنا ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل. فاحنا بنحب يعني ممكن نستفيد اللي احنا نبص حوالينا نشوف الدنيا ايه ظروفها، ايه اخبارها، الدنيا فيها ايه اللي يمشي فيها، فده طبعا كله اما بيجي معايا بقعد اللي انا اكتب وبرتب كلمات على بعضيها، وهو اصلا نبع من جوايا من صغري، بس ما كانش فيه فراغ يعني، لان انا من صغري شقيان وطالع على دراعي فاهماني، فما كانش فيه فراغ، بس لما جت الفرصه حبيت اجرب، وهي الدنيا فرصه يعني مش اكتر. لما بتمر بمعاناه بتنجح، دي معروفه طبعا، طبعا بتفرق كتير طبعا طبعا طبعا. كلمني انت عن معاناتك. انا الحمد لله يعني انا لما بدات الغنى انا كنت بلعب حاجه اسمها بيت بوكس، بيت بوكس ده بالبق، فضلت فيه فتره طويله وبعد كده ما لقيتش منه نجاح. ده في ناس تميزت فيه جدا. لا مش كل الناس بالظبط، يعني انا كنت متعرف على حد قال لي ده بيبوظ حنجره الزوت من حوالي 75 درجة ل100 درجة، بيبوظ أي تخامة الصوت، بيخلي بدل ما صوتك صوت البني آدم عادي بيخلي صوته طحين، عشان كده وقفت عنه. جيت لما أنا تعودت اللي أنا أغني، غنيت الأول رومانسي وبعد كده بدأت واحدة واحدة. أنت عندك حاجة رومانسية دلوقتي ممكن تسويها؟ ممكن. طيب ماشي، بس مش حزين بالنبي. لا لا لا. يعني
هقول لك ايه، جمع بس حضرتك. جمع اي حاجه تقول حاجه يعني بسيطه يعني. المخرج استاذ وليد عمار الجميل بيقول لك تغني ام كلثوم. ربنا يخليك. يعني ايه بتاعت علي فاروق؟ عادية خالص. ايه اللي تحبه؟ عادية خالص مش مالك، وانا قدنا ضيا من القمر زيك زي اي واحدة، يمكن اقل من البشر. يعني حبيتك ونسيتك، يعني من حب استكفيتك. انا كنت غلطان من الاول ان افتكرتك حبيتك. انا لازم قبل ما افتكر انسى، انا لازم اديكيش الفرصة. انا اديتك عمري كله، انت عمرك ما كنت حاسة. قللت الاصل. استاذ عماد بقى، تحب تقول للشباب الموجوده معاك النهارده كلمه كده؟ قبل ما احب اقول لهم حاجه، انا عايز اقول لحضرتك الاغنيه دي احنا عملناها واحنا جايين في العربيه. والله يعني يعني برضه تحشني مش كده. انا اكدت عليها بس كده ان استاذ محمد يلقيها. طبعا استاذ محمد مشكلته في الالقاء بس، يعني عنده حته في الالقاء كده تمام. فانا يعني حسين ابتديت ان احنا ناخد الكوبليه من استاذ محمد واستاذ حسين يطلعوا ترجمه، يعني عملناها كده في العربيه واحنا جايين تمام، من غير ملحن. يعني لسه يعني الملحن بتاعنا كان عنده ظروف طريقه النهارده فما عرفش يجي. انت بتقول بقى انت عندك تلحين لوحدك اصلا. عملناها في العربيه واحنا جايين يعني اوريدي بجد الاغنيه دي. فعشان كده انا اتعمدت ان محمد يقولها برضه، يعني بتبقى حاجه كويسه كده، في حاجات بتطلع فجاه كده بيبقى ليها رنين حلو. والله المستعان، والله المستعان. احنا دلوقتي فاضل لنا دقيقه واحده ونختم. عايزه بقى كل واحد يقول كلمه كده في نهايه برنامج حدود وطن. زي كلمه للبرنامج ولا لا؟ كلمه ليك انت او للشباب تدعمها، دعم وتحفيز. يعني انا اتمنى للشباب اللي هي تشوف الاحسن وتمشي فيه. ما تبصش دايما في الغلط، تبص للصح. مش مهم اكون ظروفي على قدي، المهم ان انا اكون مثلا ايه طموحي ايه مثلا. اي حد عنده طموح ما يقفش قدامه، اشوف طموحي في ايه وامشي فيه. يمشي فيها مشوار مره واثنين وثلاثه، مش غلط، دي حاجه حلوه، وكل مره بتزداد ثقه عن اللي قبليها. مش فرق اللي هو اللي هو اللي هو يبقى معنى صح. ما ماشي، بشكركم جدا جدا، نورتوني. وكده تكون انتهت حلقتنا. استنونا الحلقه الجايه في برنامج حدود الوطن. كنت معاكم دينا السعيد، اشكركم.